الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي رفع عباده بالقرآن وطهرهم وزكاهم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فيعد القرآن الكريم أعظم كتاب عرفه أهل السماوات والأرض، ذلك لما فيه من خير الدنيا والآخرة، ولما فيه من إشارات عظيمة وأوامر ونواهٍ تسعد الإنسان وتقومه. لذلك وجب تعظيمه وتكريمه، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، قرآن عظيم عظمه الله عز وجل، ولأنه كلامه ووجب أن نعظمه. ومن تعظيمه قراءته والاستماع إليه والإنصات إليه بخشوع وخضوع وخنوع، وأن يقرأ على طهارة وفي مكان طاهر، وأن يرفع فوق الأرض لأنه يعلو ولا يعلى عليه. فكان الصحابي الجليل عكرمة رضي الله تعالى عنه يأخذ المصحف الشريف ويضعه على وجهه ويقول: هذا كتاب ربي، هذا كتاب ربي. ومن تعظيمه تعهده وتكرار قراءته وتلاوته، فمن حفظ شيئا من القرآن الكريم ينبغي أن يتعهده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فيقول: تعاهد القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ومن تعظيمه تدبره والتأمل فيه، ولا نقرأه ونسرده سردا، ولا نقرأه من أجل أن نختم القرآن الكريم، وإنما الواجب التدبر، لأننا إذا تدبرنا القرآن الكريم وفهمناه سهل علينا تطبيقه. لذلك قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الذي أوتي الفهم واللغة
ولا يتدبر القرآن فإنما أصيب بمرض القفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ومن تعظيم القرآن الكريم عدم هجرانه، أي أن لا نهجر القرآن الكريم. والواقع أن جل المسلمين قد هجروا القرآن، وهجران القرآن أنواع، من ذلك عدم تلاوته وقراءته وعدم تدبره والتحاكم إليه. قال الله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد تنزل القرآن والوحي، فكيف بحالنا اليوم؟ فكيف بحالنا اليوم وواقعنا المرير؟ علاقتنا مع القرآن علاقة قطيعة، علاقة هجران. إنما يقرأ القرآن في هذا الزمان في المآتم والأفراح، حتى تكاد تجزم أنك إذا مررت على بيت من بيوت المسلمين وسمعت تلاوات القرآن الكريم يتلى فيه، فاعلم أن هناك فرحا أو قرحا. القرآن أنزل أن يقرأ في كل وقت، أن يتخذ المسلم لنفسه وأولاده وردا من القرآن الكريم، يقرأه في الصباح ويقرأه في المساء. من منا أيها الأحبة، أيها الإخوة الكرام، من منا يستيقظ لصلاة الصبح فيصلي في المسجد أو يصلي بأولاده، وبعد ذلك يجلس ويجمع ويجتمع بأولاده فيقرأ القرآن؟ هذه حالة إيمانية إسلامية مفقودة مهجورة من بيوت المسلمين. كذلك من تعظيم القرآن الكريم دعوة الناس إليه قراءة والتزاما وتطبيقا وتخلقا. هذا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا كنت لا تقرأ القرآن فاعلم أنك هجرت القرآن، هجرت كتاب الله عز وجل. ترى الشباب اليوم والناس أجمعين تراهم يفتحون الهواتف في كل وقت وحين، وقد لا يفتحون القرآن الكريم لأسبوع أو شهر، فقل البعض في السنة لا يفتح القرآن الكريم إلا في شهر رمضان إن فتحه. وللأسف تدخل بعض بيوت المسلمين فتجد القرآن المصحف على الرف أو فوق التلفاز للتزيين، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. أن يوضع القرآن الكريم على الشاشة ثم أنك تشاهد الأفلام أو البرامج أو الأخبار والقرآن الكريم فوق التلفاز، وهذا لا يليق بمقام القرآن الكريم وبالمصحف الشريف. ثم اعلم أخي الكريم، إذا هجرت القرآن الكريم وكنت لا تخشع لسماع القرآن
أو لا ترتاح لسماع القرآن الكريم، أو لا تمكث كثيرا وأنت تقرأ القرآن الكريم، فاعلم أنك مصاب بمرض القسوة، بمرض القسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أما المؤمنون، الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم إذا سألت المسلم هل تحب القرآن الكريم، فكل سيجيب بكلمة نعم، ولا نشك في ذلك أن كل مسلم يحب القرآن الكريم، ولكن هذا الحب عاطفة، عاطفة فقط، وليس نابعا من الإيمان والخوف من الله عز وجل. والدليل على ذلك، كم لك من أولاد، كم لك من بنين، وكم لك من بنات، كم دفعت منهم إلى الدراسة والتعليم، وكم دفعت منهم إلى حفظ القرآن الكريم. تحب القرآن الكريم؟ ألا تهب واحدا من أبنائك الذي وهبه الله لك، ألا تهب واحدا أو واحدة لأن يحفظ القرآن الكريم؟ هذا تناقض والله عجيب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تحب القرآن الكريم ولم تبذل جهدا لتحفيظه لأحد أبنائك، وإن لم تستطيع فاحفظه أنت، فإن لم تستطيع فاعمل على أن تحفظ ذلك لأحد أبناء المسلمين ولو تتبناه. إذا كنت تحب القرآن الكريم قولا وفعلا، هذا هو الإسلام، أن تحب بالقول وأن تحب بالفعل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يحبون القرآن الكريم قولا وفعلا. وغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أتعلمون من هم خير الناس، أفضل الناس وخير الناس؟ ليس من يقوم الليل خير الناس، ولا من يصوم النهار خير الناس، ولا من يعتمر كل سنتين خير الناس، ولا من يحج كل سنتين خير الناس، ولا من يتكفل باليتامى والمعوزين خير الناس. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث وكلكم تحفظونه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا أفضل الناس. إذا وجدت شخصا يعلم الناس القرآن أو قد تعلمه ويعمل به فهو خير الناس على الإطلاق. تنافسوا على هذه الخيرية إذا أحببت أن تكون في المقدمة يوم القيامة، فعلم الناس القرآن الكريم. أتعرف من سيشفع لك يوم القيامة؟ وخير من يشفع لك وأعظم من يشفع لك هو القرآن الكريم. اقرأ القرآن فإنه ياتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. قرآن العظيم، لأنه كلام الله عز وجل. أتعرفون كذلك من هو أغنى الناس
أغنى الناس وكأنه ملك الدنيا كلها هو الذي يحفظ القرآن الكريم. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. لا تمدن عينيك، عندك القرآن، عندك الكنز. فإذا وجدت شخصا يحفظ القرآن الكريم ويشتكي من الفقر فاعلم أنه لم يفهم القرآن، فقل له أنت جاهل لا تفهم القرآن ولا علاقتك بالقرآن الكريم. والله العظيم أخ وصديق ذكر لمدة من الزمن أنه سافر إلى بلد من البلدان الإسلامية، قال فدخلت المسجد فوجدت شيخا يعلم الناس القرآن والعلوم الشرعية فسلمت عليه فقلت له ألك مكافأة من الدولة؟ فقال لي لا. ألك مكافأة من جماعة المسجد؟ فقال لي لا. فمن أين تنفق على أبنائك وأسرتك وأولادك؟ فقال لي وقد غضب علي، هكذا يحكي لي، وقد غضب علي فقال يا رجل أقرأ كل ليلة سورة ياسين فيأتيني الله برزق من حيث لا أدري. قال فصرت بين يديه وكأني جاهل لا أعرف القراءة والكتابة. اليقين في الله عز وجل، أنت تحفظ القرآن وتحمل القرآن المشروع الكبير فأنت أغنى الناس. وكذلك من أحب القرآن الكريم وأكرم القرآن الكريم وأكرم أهل القرآن الكريم سيأخذ الأجر الكبير عند الله وسيشفع له هذا القرآن. اللهم اشفع فينا القرآن، اللهم اشفع فينا كتابك، اللهم اشفع فينا كتابك، اللهم الزمنا بكتابك وبسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم.